أحسن الله إليكم. تقول سائلة أختكم عين ميم من جازان أيضا، في الحج كان الزحام شديد في آخر يوم من الرمي، فشككت في عدد الحصيات، فما الحكم وماذا يفعل الإنسان لولا أن تصب هذه الحصيات المرمى؟ وقد نفد ما عندي من حصى وكان الزحام على أشده، وهل يؤجر على نية تصويبها؟ أفيدونا مأجورين. الرمي لا بد أن تقع الحصيات السبع في المرمى في الحوض، وهذا يستدعي أن الإنسان لا يغامر مع الزحمات، وإنما يتحين الفرص التي تخف فيها الزحمات، والوقت واسع. الوقت في رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر إلى غروب الشمس، الوقت واسع في هذا. وكذلك في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس دخول وقت الظهر ويستمر إلى الغروب، وإذا احتاج إلى أن يرمي بالليل بعد المغرب لا حرج عليه في ذلك للحاجة والضرورة. فيتحين الإنسان الأوقات التي يخف فيها الزحام. وأما الشك في إصابة المرمى فهذا إن كان الشك وقت الرمي، حصل معه وقت الرمي، فالأصل أنه لم يرمي تلك الحصيات التي شك في وقوعها. إذا شك في وقوع حصات أو أكثر من حصات وهو يرمي، فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ويكمل سبع الحصيات. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من الرمي، بعد نهاية الرمي، إنه لا يؤثر. الشك بعد العبادة لا يؤثر، إنما الذي يؤثر هو الشك أثناء فعل العبادة. وعلى كل حال إذا تيقن وغلب على ظني أن شيئا من الحصى لم يقع في المرمى، فإن كان حصات أو حصاتين مثلا، أنه يتصدق على مسكين أو مسكينين. الحصات يتصدق على مسكين نصف في مكة الحرم، والحصاتين يتصدق على مسكينين. أما لو كان إنه شك في عدد كثير من الجمرات لم تصل الحوض، تصل المرمى، فإنه يفتي، يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء في مكة. فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. نعم.